مرحبا، أنا نادية رجب من هاربيز بزاي العربية، وفي حلقتنا اليوم الجديدة عن الموضة بنتكلم عن السنيكرز، جميع إطلالات السنيكرز وين تقدرون تتسوقون على أحلى سنيكرز في السوق. أول خبر عندنا لكم اليوم عن علامة بوما اللي تعاونوا مع علامة المكياج ماك. تعاون غريب بس بنشرح لكم ليش تعاونوا الحين. هذا التعاون تمكنك أن تنسقي ألوان حمرتك مع ألوان الجواتي، غريب بس وايد حلو. بوما اختاروا ألوان للأحذية لتناسب أشهر ألوان من ماك. أول لون عندنا ليدي دينجر، ثاني لون عندنا كريم دينود، وثالث لون اللي هو سن. ثاني خبر عندنا لكم اليوم عن شون تتسوقون على السنيكرز. في وايد مواقع أن تختارونهم، بس إحنا اخترنا لكم أسهل المواقع اللي تقدرون تحصلونهم على الأب ستور. تقدرون تحصلون أحدث السنيكرز وأحدث الإطلالات على هذه الأبس: جوت، ستوك اكس، ونكسيفاي. اللي حلو عن الابس اللي تكلمنا عنهم ان تقدرون تبيعون وتشترون منهم، فيمكن اذا جوتي اللي تحبونه جديد وما تقدرون تتسوقون عليه في السوق او كمل الستوك، تقدرون تحصلونهم على هذه الابس. ثالث خبر عندنا لكم اليوم عن تومي هيلفيجر اللي اطلق مجموعة جديدة لفصل الربيع والصيف. اللي حلو عن هالمجموعة ان بيردون جوتي وايد كان قديم لليوم. الجوتي اسمه 90s Fly Sneaker، أطلقوا هذه الجوتي في 1997. الجوتي عليه ألوان تومي هيلفيجر الكلاسيكي اللي معروفين فيها، ويرمز الـ 90s ستايل اللي مفضل الحين في الإطلالات. تقدرون تتسوقون على هذه الجوتي من مايو 9، أو إذا وايد تحبونه وما تبون إنه يخلص تقدرون تروحون على موقعهم tommy.com وتحجزونه الآن. ومن تومي هيلفيجر لأحدث إطلالات السنيكرز، نقدم لكم 4 إطلالات بخليكم تختارون أحلى السنيكرز لهذا الموسم. أول إطلالة عندنا لكم اليوم اللي هو داد سنيكر، اللي أكيد شفتوه على بلينسياغا وألفي. طبعهم إنه يكون شوي ضخم أو إذا تقولون بلكي. ثاني إطلالة للسنيكرز اللي هو الأغلي سنيكر ترند. لا طبعاً هو بكريه، وشفنا وايد سيلبرتيز لابسين هاي الجوتي مثل كايلي جينر وأريانا غراندي. ثالث إطلالة للسنيكرز عندنا لكم اليوم عن السوك ترند. السوك ترند وايد حلو، إنه مو بس جوتي، بس جوتي وايد مريح. في وايد علامات مسوين السوك ترند، اللي هو بلنسياغا وفيتما. اللي شفنا جاستن بيبر لابسه في بيفرلي هيلز الشهر اللي طاف، وها جوتي مو بس حق الرجال، بعد حق النساء. آخر إطلالة اللي هو الباستل كولرز. هذه الإطلالة وايد حلوة حق موسم الربيع والصيف، لأن ألوانها وايد حلوة وتناسب الفساتين أو البنطلين أو التنانير. وفي وايد ألوان تقدرون تختارون منهم مثل الباستل بينك اللي هو أشهر لون لهذه الإطلالة، أو تقدرون بعد تختارون من الباستل جرين أو الباستل بلو. أشهر العلامات اللي تقدرون تتسوقون عليهم الباستل كولرز اللي هو من نايكي، ريبوك، أو أديداس. وآخر خبر عندنا لكم اليوم عن علامة برادا اللي افتتحوا بوتيكهم الجديد في دبي مولز نيو فاشن إكستنشن. تقدرون تزورون البوتيك وتصممون جوتي على كيفكم وعلى ذوقكم. برادا يقدمون فرصة خاصة أن تقدرون تزورون بوتيكهم في دبي مولز نيو فاشن إكستنشن وتصممون جوتي على كيفكم. تقدرون تختارون من 5 ألوان من الجلود، وتقدرون تختارون من 3 ألوان من البريسلت. تقدرون تروحون تزورون البوتيك في دبي مولز نيو فاشن اكستنشن اليوم وتصممون كعب على كيفكم وعلى ذوقكم. وهاي كان اخر خبر عندنا لكم اليوم، وتابعونا الاسبوع الجاي على اخبار الموضة، ولا تنسون تسوون لايك على الانستغرام، يوتيوب وفيسبوك.